تتجافى جنوبهم عن المضاجع. بيعملوا في شنو؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته وفيما عنده، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تلقى خايف، أي معصية تلقى يفر منها. ولمن خاف مقام ربه جنتان. تجده كثير التوبة واللوم لنفسه والمحاسبة، ليه أنا كذي وليه أنا مقصر في كذي وليه وأنا بتقدم 200 وأنا ليه ما حفظت القرآن، ليه ما تعلمت، ليه ما أبلغ الدين. طوال يبلوم نفسه، طوال يبتوب، طوال يراغب نفسه. ما بهمه الناس، مدحوه ذكروه، اشتهر ما اشتهر، مش محل الناس عرفوه ما عرفوه، عظموه ما عظموه، ما بهمه. البهمه انجو بعدين. ولذلك يا جماعة الزول يطلب الآخرة، يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. أعظم طريق لدخول الجنة وأعظم أمر، ولا سبيل للعبد لدخول الجنة إلا به لنيل رحمة الله تعالى، هو التوحيد. كذا نحن نحب أخواننا الدعاة، زي أخونا الكان بيتكلم الآن، الله يحفظه ويسدد ويثبت ويثبت جميع الدعاة إلى الله تعالى. تكلم في التوحيد، تكلم في العقيدة، لأنه ده الطريق للجنة. لو صليت إلى أن ينكسر ظهرك وتصدقت بجميع المال وسهرت الليالي وصمت النهار وأنت تشرك بالله، جنة حرام بالنسبة لك، أنت حرام ممنوعة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.